السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء. في مثل هذا الشهر، شهر نوفمبر سنة 1920 تحديدا، في مثل هذا الشهر تحديدا، أي قبل خمس سنوات، احتضنت في مثل هذا الشهر من شهر نوفمبر عام 1920 ميلادي تحديدا، أي قبل 95 عاما، احتضنت مدينة غريان مؤتمر غريان الشهير، والذي انتخب فيه حكومة وطنية سميت حينها بهيئة الإصلاح المركزية. واليوم نرى غريان من جديد تحتضن الملتقى الثاني للوفاق الوطني تحت شعار نتوافق من أجل الوطن. يأتي هذا الملتقى بعد الملتقى الأول الذي انعقد في مدينة مصراتة في منتصف أكتوبر الماضي. الملتقى الثاني للوفاق الوطني بمدينة غريان هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم من حوار المساء. نرحب بعضو المؤتمر الوطني العام السيد الحويلي. مرحبا سيدنا الكريم. سيد عبد القادر، بعد أن نرحب بك ونعتذر من المشاهدين للخلل الفني، نذهب إلى هذا التقرير. بعد التقرير نواصل، فتابعونا. تستعد مدينة غريان غدا الخميس لاستضافة الملتقى الثاني للوفاق الوطني تحت شعار نتوافق من أجل الوطن، والتي بدت المدينة فيه مستعدة لاستقبال الوفود المشاركة من المدن والقرى الليبية. ويأتي هذا الملتقى في وقت عصيب يمر به الوطن، حيث تتقاذفه ملتقى الوفاق الوطني. كما يراه المراقبون هو عمل كبير وجهد معتبر يؤمل منه أن يقود البلاد إلى صلح وميثاق تصالح، ربما سيغير كل الموازين ويقرب البعيد ويجعل القلوب أكثر صفاء وتواد. يذكر القائمون على الملتقى الثاني أن الدعوة لحضور الملتقى وجهت إلى جميع المدن الليبية دون استثناء، متمثلة في بلدياتها ومجالس الحكماء والأعيان فيها. كما وجهت دعوة إلى المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ ومجلس النواب المنحل وحكومة إثني المنبثقة عنه ودار الإفتاء وهيئة علماء ليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. يشار إلى أن الملتقى الأول للوفاق الوطني قد عقد في مصراتة منتصف شهر أكتوبر الماضي برعاية من مجلس الحكماء والشورى ومشاركة واسعة من مشايخ وأعيان وسياسيين وعسكريين وعمداء وأعضاء مجالس البلدية من مختلف ليبيا. وكان من أبرز ما تم الاتفاق عليه حينها الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية وبوحدة التراب الليبي ورفض التدخل الخارجي ونبذ العنف والإرهاب أيا كان مصدره، واحترام المكونات الثقافية واعتبارها مكونا أصيلا من مكونات المجتمع الليبي. الملتقى الثاني للوفاق الوطني هذه المرة في غريان، المدينة التي احتضنت مؤتمر غريان الشهير في نوفمبر سنة 1920 ميلادي، وانتخب خلالها المؤتمر حكومة وطنية سماها هيئة الإصلاح المركزية واتخذت مقرها في مدينة غريان. فهل تعاود غريان الكرة من جديد؟ وهل سيصلح ملتقى غريان ما أفسدته الأنانية السياسية؟ السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا، ونرحب بضيفي معي هنا في الاستوديو، السيد عبد القادر حويلي وهو رئيس او نائب رئيس لجنة الحوار المجتمعي وايضا عضو بالمؤتمر الوطني العام، وايضا انضم الينا السيد كمال التونسي وهو رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى ملتقى الوفاق الوطني. السيد كمال التونسي من مدينة غريان، مرحبا سيد كمال.
مساء الخير أخي الكريم. مساء النور. بداية نبدأ بالسيد عبد القادر حوالي، من 15 أكتوبر الماضي الملتقى الأول الذي عقد بمصراتة تحديدا إلى اليوم قرابة 40 يوم، ماذا حقق يعني مؤتمر الوفاق الوطني من مخرجات سيد عبد القادر؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذا السؤال يوجه للجنة التحضيرية الحقيقة للمؤتمر ملتقى الوفاق الوطني. يعني كم طبعا تم تشكيل أربع لجان، اللي هي لجنة وقف إطلاق النار، لجنة السياسية، واللجنة الإعلامية، ولجنة الاتصال والتواصل الداخلي والخارجي. هذا طبعا بالنسبة لي أنا شخصيا اتصلت بحكم أني نائب رئيس لجنة حوار مجتمعي برئيس اللجنة السياسية في الملتقى، وطلبت منه أن يكون هناك تقديم تقرير موجز عن عمل اللجان في هذه الفترة حتى هذه اللحظة. طبعا هم بدأوا في التواصل، اتصلوا بالمؤتمر الوطني العام، واتصلوا بمجلس النواب، وأيضا اتصلوا بأصحاب المبادرات الأخرى. كانت لديهم أعمال كثيرة لتوحيد الجهود بين عدة مبادرات. هناك عدة مبادرات تعمل في هذا الصدد في الحوار الليبي، اللي هي عندنا مبادرة أبناء الجنوب، عندنا مبادرة اللجنة التحضيرية لمجلس شيوخ ليبيا، أيضا المشروع الوطني لحل الأزمة الليبية الذي يشرف عليه مجلس التخطيط الوطني. اجتمعوا، والحقيقة نحن بصدد كلجنة حوار مجتمعي أن نطلب منهم أن تتحد هذه الجهود. نعم. وتتحد بحيث أن تبرز لنا مجموعة حلول بالترتيب الأول، الأفضل ثم الأقل حتى يتوافق عليه. طيب. وتعطى لفريق الحوار للحل. كان الهدف من هذه الحوارات. نعم. هو الحل المجتمعي. سوف نتكلم عن أهداف هذه الحوارات، لكن أريد أن أسمع رأي اللجنة التنظيمية من السيد كمال، وهو رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى ملتقى الوفاق الوطني. سيد كمال، من 15 أكتوبر إلى الآن، ما هي المخرجات التي حققها مؤتمر الوفاق الوطني الذي عقد ابتداء بمصراتة إلى هذا اليوم قرابة 40 يوم؟ هل هناك مخرجات حقيقية على الأرض أو فقط مجرد لقية؟ نعم أخي الكريم، أولا ما كنا نبحث عنه كليبيين بعد هذا المدى الطويل من سنوات الشقاق وعدم التوحد وعدم الوقوف في 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 مكان واحد كليبيين، وهذا النسيج الاجتماعي الذي انتهك منه ما انتهك. ما حققه ملتقى الأول في 15 أكتوبر بمصراتة، وما هو الآن بإذن الله سوف يحقق في مدينة غريان، هو وجود الأرضية، خلق أو زرع الثقة من جديد لأبناء الوطن الواحد إن شاء الله. هذا أهم شيء. رأينا الآن العديد من الوفود تتوافد من كل بقاع ليبيا، ولله الحمد والمنة. هذا هو التحقيق، ما حققه أو ما وصل إليه الملتقى الأول. نعم. والذي بإذن الله سوف يتوجه ملتقى غريان. فهذه أول النقاط الضرورية التي من 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 من, من أساس الوصول إلى حل أو حوار ليبي هو خلق الثقة. نعم. الآن بدأنا في صنع الثقة من جديد بإذن الله بين الأشقاء الليبيين. نعم. وهذا المنطلق بإذن الله من الملتقى غريان بإذن الله يوم غدا سوف نستمر في الملتقى الثالث وقد يكون الرابع. فالكل الحوار يعرف مدى الحوار وصعوبة الحوار بعد هذه السنوات من الشقاق. طيب. ولكن بدأنا في. نعم. لملمة الصف وتوحيد الصفوف. نعم. وبإذن الله هذه هي أهم نقطة نستطيع أن نصل إليها الآن. طيب، الآن الملتقى الثاني الذي يعقد بمدينة غريان، من أين جاءت الحاجة لإقامة ملتقى ثاني يعني مكمل للملتقى الأول؟ وسؤالي أيضا، ماذا سيقدم هذا الملتقى الذي يعني الآن يطرح في غريان؟ وأنتم كلجنة إعلامية متى استلمتم تحديدا زمام المبادرة؟ نعم أخي الكريم، سؤال من عدة أجزاء. السؤال الجزء الأول وهو لماذا مثلا الحوار الآن أو الملتقى الثاني؟ الآن نضج الفكر قليلا بعد ما رأينا من بعثة الأمم المتحدة، بعد ما رأينا ما يحاك للشعب الليبي وأبنائه والدولة الليبية، ما رأينا الانقلاب والدول الإقليمية التي تتدخل في الشأن الليبي، رأينا يكفي ما رأيناه في هذا الوقت. فأصبح من الضروري بل قد يكون من الشرع يعني أن نلتف حول بعض،
وأن نبدأ بالحوار ومد الأيدي والوصول إلى حل ليبي ليبي. الكل يعبث بليبيا وبأبنائها، فكان ضروري من البدء في الحوار الليبي ليبي. شكلوا من رجال خيرين وبدت المبادرة الملتقى له في مدينة مصراتة، كان لزاما على أي مدينة بغض النظر عن مدينة غريان وغيرها أن تبادر للملتقى الثاني، فكانت الفكرة من أبناء غريان بإذن الله، والتواصل مع اللجنة العليا التحضيرية للوفاق الوطني وتم قبول مدينة غريان. ثم كان لجنة إعلامية بدأ التجهيز منذ أسبوعين أو أكثر حول هذا الملتقى والتسويق له، وعدة لجان كانت تقوم بمهامها، منها لجان التسكين والإعاشة والتواصل، جالت كل ربوع ليبيا من أجل دعوة الليبيين للجلوس في مدينة غريان للخروج من الأزمة الليبية الحالية. سيد كمال، هذه هي سيد الأسباب الرئيسية سيد التي جعلت منا عاقب هذا الموقف. سيد كمال، عن الأسباب وغير ذلك سنتناقش، ابقى معي. أتحول إلى سيد عبد القادر أحوالي. سيد عبد القادر، الآن الملتقى الثاني، بكل صراحة هناك من حارب المؤتمر الأول بدعوى بأن الليبيين لن يجلسوا على طاولة واحدة ويقيموا حوار ليبي ليبي، فهل ترون هناك جدوى من الحوار الليبي الليبي للخروج من الأزمة الأنية؟ بسم الله. طبعا هو الحقيقة المؤامرة التي حوكت على الليبيين ومنعهم من الاجتماع، قرار مجلس الأمن 2174 يقول أن الحوار ليبي بقيادة ليبية، نعم، وإشراف أممي، ولكن للأسف تم سرقة هذا المجهود، ومن خلال المؤامرة، نعم، التي أحيكت، وهذه التسريبات التي جعلت التي رأيناها في بعثة الأمم المتحدة، والبداية الغير موفقة للمبعوث الأممي الجديد الذي كان من المفترض فيه، حتى تصريحاته وخروجه على الإعلام كان من المفترض فيه لا يصرح هذه التصريحات. تقصد كوبلر؟ كوبلر لا يصرح بهذه التصريحات التي جاء بها، وهو يقول يعني بدلا من أن يقول جاء ليستمع إلى أطراف الحوار في ليبيا وأطراف المشكلة في ليبيا لتحديد الخلل الذي وقع فيه المبعوث السابق لكي يقوم بالإصلاح، رأيناه ما زال يتمادى، وبالأمس أرسل لنا رسالة في مسودة جديدة لا تغيير فيها، نعم، كالمسودة السابقة. يعني هل ترون يعني كمؤتمر وطني عام أو لجان للحوار بأن المبعوث أو الوسيط الأممي الجديد يسير نفس مسار الوسيط الأول؟ نعم، حتى هذه اللحظة لم يتغير شيء، إنما تغير رأس البعثة برأس آخر، وبقية البعثة باقية كما هي، وبعثوا لنا برسالة سيئة الحقيقة تحتاج إلى رد قوي من المؤتمر الوطني العام ومن مؤسسات المجتمع المدني وكذلك من الملتقى الوفاق الوطني. غدا يجب أن يصدر بيان قوي بخصوص هذه المسودة التي جاءت. طيب، بالنسبة لهذه المسودة أو الوفاق الوطني، يعني هناك أصوات فعلا من الداخل الليبي تنادي وتقول بأن أي حوار بعيدا عن الأمم المتحدة لن يكون له قبول ولن يكون له نجاح، كيف تعلق؟ الحوار، الأمم المتحدة واضحة وصريحة في قرار مجلس الأمن أن الحوار الليبي برعاية أممية أو برعاية دولية وليس حوارا بقيادة أممية وقيادة دولية. هذا ما نسعى إليه في ملتقى الوفاق الوطني، أن يكون الحوار ليبي ليبي بقيادة ليبية، وأن يخرج لنا حلول ليبية وليست حلولا مصطنعة تبعث إلينا ونريد أن نطبقها وهي لا تطبق على الأرض الليبية، بل إنما ستخلق لنا مشاكل. بدأت التنعصات، يجب عليكم قبول الحكومة، يجب عليكم قبول الحل، إذا لم تقبل الحل سوف يتم من يقتحم عليكم المؤتمر، يعني يريدون فرض. لعلنا سيد الحوالي عندما نتكلم صراحة عن الوفاق الوطني أو أي حوار يدار بين الليبيين أو الفرقاء، هو بين يعني فريقين، الفريق الآخر ما يسمى بالمجلس النواب المنحل اليوم يصدر بيان واضح بأنه يرفض حكومة ليون، وكأنه أيضا يرفض هذا الحوار الذي دار الأمم المتحدة، وهناك من علق فعلا على هذا البيان ويقول إنه نذير للتقسيم، كيف تعلق على مثل هذا؟ طبعا هو الحقيقة بالنسبة لمجلس الأمن هناك طرفين، كما هو في المؤتمر الوطني العام هناك أطراف مرحبة بالحكومة ومرحبة في المؤتمر أيضا، وهناك في البرلمان هناك أطراف مرحبة بالحكومة وهناك أطراف رافضة لهذه الحكومة، إذن لا يوجد توافق، هذه الحكومة لم يتم التوافق عليها، يجب أن نجلس مع بعضنا البعض ونحاول أن نحل مشكل صحيح، يجب أن نلتقي كل الأطراف الليبية المؤسسة
مؤثرة في المشهد الليبي، يجب عليها أن تلتقي وتحاول أن تضع حل لهذه المشكلة. والحوار الليبي الليبي الذي يشكك فيه أغلبية الناس، رأينا الملتقى الوفاق الوطني في مصراتة كيف الناس من الشرق والغرب والجنوب التقت، وسوف نراها غدا إن شاء الله في غريان كيف ستلتقي. وأيضا نحاول أن نستثمر، ويجب أن نفرض على بعثة الأمم المتحدة أن تتبنى مخرجات هذه الحوارات. طيب هناك لربما دعوة رأيناها من اللجنة المنظمة للبعثة الأممية أو الوسيطة الأممية، هل من يقصدون هنا تحديدا؟ هل يريدون كوبلر أن يكون يعني من الحضور لكي يحدث توافق فعلي من وراء هذا الحوار؟ يحضر من يحضر، المهم من يرفع الرسالة الصحيحة الواقعية لواقع الليبيين. نحن نريد أن نصل برسالة إلى بعثة الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة أن الليبيين لديهم القدرة على الجلوس ولديهم القدرة على الحل، فقط يتم إعطائهم الفرصة. حتى هذه اللحظة الليبيين مصادرة، لأن المشكلة الليبية تم تدويلها. وأصبحت يعني حتى جامعة الدول العربية لا تستطيع أن تجعل فيها حل. فإذا الليبيين بأنفسهم يجب أن يعودوا كما كان أجدادنا وآباؤنا الأوائل. طيب أستاذ حوالي، أستاذ حوالي بكل صراحة الآن للمشاهد الكريم الذي يتابعك، هل هذا الحوار يشارك فيه أطراف الصراع أو أطراف النزاع الحقيقيين على الأرض، أو فقط من جانب واحد من دعوة واحدة؟ كيف؟ نحن طبعا الجلسة الحوار السابق للأسف تم منع أعضاء مجلس النواب من الحضور، ذهبت الطائرة إلى مطار الأبرق ورجعت بخفي حنين، لأن هناك أطراف لا تريد للليبيين أن يجلسوا مع بعضهم البعض. نتمنى في هذا في الحوار في غريان أن تكون هناك دعوة، أن يكون هناك أحد الأطراف من مجلس النواب حضر لهذه المسألة. لا نريد أن نتكلم لربما عن الانقسامات الحادثة، ولكن عندما عارضتم مخرجات حوار البعثة الأممية والمسودة الأولى والثانية وغير ذلك، هناك من الجانب الداخلي أو مما يوصف بجانب الثورة وصفكم بالمتشددين في الحوار، وأيضا من الرافضين لهذا الحوار. الآن حوار ليبي ليبي يدار، برأيك لماذا لا ينخرط الكل في هذا الحوار بما أنه فيه يعني أمل للخروج من الأزمة؟ من يريد الخير لليبيا يجب أن ينخرط في هذه الحوارات. يعني الحقيقة أنا مستاء جدا من التصريح الذي أدلى به رئيس حكومة طبرق، حيث قال يرفض التدخل الداخلي في الدولة الليبية نتيجة للوفاق الذي تم بين التبو والطوارق في مدينة أوباري. تدخلت قطر بارك الله فيها بمسعى حميد وحلا وتم التوقيع اتفاق، ورأينا من يسعى إلى 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 عدم الرضا بهذا. يعني نعرف يجب على الليبيين أن يميزوا ويعرفوا من هو الذي ضد الحوار، من هو الذي ضد السلام، من هو الذي يسعى. نحن في المؤتمر الوطني العام لسنا بمتشددين، نريد حلا لا ينقل الحرب من بنغازي إلى طرابلس. نريد حلا توافقيا يرضى به الجميع. إذا لم نجلس وجها لوجه فلن يكون هناك. طيب في هذا الجانب وصلت الفكرة، لدي بعض التساؤلات لك وللجنة المنظمة وللمشاركين في الحوار. أستأذنكم لفاصل قصير، من بعده نواصل، ولكن السيد عبد القادر حوالي للأسف سوف يودعنا، لديك موعد السيد عبد القادر. اكتفينا بهذا الكلام، شكرا لك على ما أعطيت، بارك الله فيك، ونستأذنكم إلى هذا الفاصل، من بعده نواصل فتابعونا. بارك الله فيكم. ما علاقتكم بي؟ انا قمت بثوره عام 69 وسلمت فيها السلطه للشعب وارتحت في خيمتي واصبح كل شيء بيد الشعب. لكن انا لن اشتغل في اي منصب سياسي في ليبيا، يكفيني ما عملت في السنوات الماضيه، ولا اريد اي منصب، امل في قبر في ليبيا فقط. اما فيما يخصني شخصيا، خليفه بلقاسم حفتر ان سمحتم له أن يستريح ويسلم قيادة المعركة لأحد أبنائي من الضباط الشبان. أنا لو عندي منصب، لو أني رئيس، لو كنت لوحت الاستقالة على وجوهكم. أنا لو عندي منصب، لو أني رئيس، لو كنت لوحت الاستقالة على وجوهكم.
السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مجددا في هذا الحوار وهذا المساء الذي نفتح فيه اليوم ونتكلم عن قضية أو الحوار الوفاق الوطني الدائر الآن لمدينة غريان. يعود إلينا الأستاذ كمال التونسي وهو رئيس اللجنة الإعلامية لملتقى الحوار. سيد كمال التونسي، مرحبا سيد كمال. سيد كمال السلام عليكم. مرحبا بك أخي الكريم. سيد كمال أعذرنا أطلنا عليك لأن السيد الحويلي غادرنا وكان مستعجل. سيد الحويلي أرجع إلى اللجنة التنظيمية. كلجنة تنظيمية صف لنا الوضع، عدد الحضور، من إلى الآن لم يلتحق بمؤتمر الوفاق الوطني. نعم أخي الكريم، شكلت عدة لجان انبثقت من اللجنة التحضيرية، أكثر من 10 لجان، كانت المهام مختلفة وكانت أصعبها قد تكون أصعبها هو لجنة العلاقات والتواصل وتقديم الدعاوى، حيث خرجت 5 لجان، توجهت منها اللجنتين للمنطقة الشرقية والجنوبية والغربية والوسطى، حاولت بقدر الإمكان أن تصل إلى جل أو معظم مناطق ليبيا لكي تدعو الليبيين للجلوس في مدينة غريان من أجل الوفاق الوطني. هذا كلجان أكثر مستعدة، كل الاستعداد ولله الحمد منه، ومن المفارقات أن أهالي مدينة غريان طلبوا بعدم تسكين الضيوف في فنادق أو في الجهات العامة، بل أرادوا أن يكونوا في الصالات الاجتماعية لكي يلتحم الليبيين بعضهم ببعض لكي تزيد الألفة والوئام بين الليبيين. فهذا لله الحمد والمنة ما حدث من أهالي غريان، الكل مستعد، الكل يقدم من أجل الخروج من الأزمة. هل وصل جميع المدعوون لهذا الحوار أو لازال لم يصلوا؟ نعم، هناك فئة كثيرة وصلت أخي الكريم منذ المساء، والوفود تتوالى على مدينة غريان، سواء كانوا من المجالس البلدية أو مجالس الحكماء والشورى أو بعض مؤسسات المجتمع المدني، أو هناك وفد من عنصر نسائي تقريبا قد وصل منذ قليل، هناك طائرة ممكن في الصباح الباكر أو في هذه الليلة تصل إلى مدينة الزنتان منطقة الشرقية، هناك وفد من مدينة بنغازي قد وصل، كذلك من زوارة، من الزاوية، من الجنوب، من براك، من سبها، من عدة أماكن الآن متواجدة داخل مدينة غريان. نعم، طيب ابقى معي. نعم. سيد كمال انضم إلينا الآن سيد مروان قرداش وهو ناشط سياسي. مرحبا سيد مروان. السلام عليكم ورحمة الله. سيد مروان الدرقاش، أنت ناشط سياسي ومشارك بهذا الحوار مؤتمر الوفاق الوطني. ابتداء كمشارك في مؤتمر الوفاق الوطني، هناك شبهات لربما نطرحها لنفندها. هناك من يقول بأن مثل هذا المؤتمر يدعم من جهات بعينها، أو الملتقى للحوار يدعم من جهات بعينها كأحزاب أو جهات منفردة، يعني كيف تعلق؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أخي والي ضيوفك الكرام، في البداية أريد أن أعرج هنا قليلا على ملتقى الوفاق الوطني في مصرات، حيث كنت رئيس اللجنة الإعلامية بذلك الملتقى. نعم. وكان واضحا أن ذلك الملتقى لم يكن برعاية جهة رسمية في الدولة، سواء كان المؤتمر الوطني العام أو مجلس النواب أو حكومة الإنقاذ أو حكومة المؤقتة، بل كان هو عبارة عن من جهود الشرفاء والمخلصين من أبناء هذا الوطن الذين اجتمعوا عدة اجتماعات تحضيرية وحضروا لهذا الاجتماع الذي كان في مدينة صرات. الملتقى الثاني في مدينة غريان على نفس النسق وعلى نفس المنوال، هو جاء بجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن الذين أدركوا حجم المعاناة وحجم الأزمة التي يمر بها الوطن، وآلوا على أنفسهم أن يجمعوا ممثلين عن كل المناطق الليبية والمدن الليبية ليفكروا في جو من الألفة وجو من الأخوة، في رؤية تخرج بالبلاد من هذا المصنع. طيب سيد الدرقاش، من الملتقى الأول الذي أقيم بمدينة مصراتة إلى الملتقى الثاني حتى سلمتم للجنة الإعلامية الخاصة بمؤتمر الوفاق الثاني، ما هي الخطوات العملية التي أقمتموها على الأرض؟ نعم، هناك لجان تمخضت عن ملتقى الوفاق الوطني في مصراتة، وهذه اللجان تعمل منذ نهاية الملتقى على وضع رؤى
وآليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. أنت تعرف أن منطقة مصراتة أهم ما نتج عن ذلك المنطقة هو المبادئ الحاكمة التي توافق عليها ممثلون عن الليبيين من كافة المناطق الليبية والمدن الليبية، وهذه المبادئ الحاكمة التي تمثلت في 17 نقطة أجمع عليها الليبيون. الآن هناك لجان تضع آليات للتأكد من تنفيذ هذه المبادئ، وكذلك لجان أخرى لوضع رؤى خاصة بتحقيق السلم الاجتماعي والأمن الاجتماعي، ووضع أيضا مقترحات لحل سياسي يمكن أن يخرج البلاد مما هي فيه. أيضا هناك لجان تعمل أيضا على المصالحة ووقف إطلاق النار وإيقاف شلال الدماء الذي الذي يدخل البلاد في أزمة حقيقية لم تشهده منذ عقود. طيب نعود لرئيس اللجنة الإعلامية السيد كمال التوينسي. سيد كمال، وجهتم دعوة للبعثة الأممية المتواجدة في ليبيا، كيف كان الرد؟ نعم أخي الكريم، الكل استلم الدعوات سواء البعثة أو المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة اللي هو الجديد كوبلر، فلقد استلموا هذه الدعوات وقالوا من الممكن أو من قد نستطيع أن نشارك معكم أو نبعث وفد لحضور هذا الملتقى. يعني بأي صفة هل يقودون مثل هذا الحوار أو كمشاركة رمزية؟ كيف المشاركة التي دعوتم؟ لا لن يسمح بعد هذا العبث من الأمم المتحدة بأن تكون يعني طرف في حل. هو مراقب، هو ليعلم، وهي رسالة ليعلموا أن الليبيين قادرين على الوصول إلى حل. نعم. قادرين على حل المشاكل بينما هم نريدهم أن يراقبوا باعتبار ليبيا عضو في الأمم المتحدة. طيب شاركتم في الملتقى الماضي الذي عقد بمصراتة، الآن يعني السائل يسألكم ما هي أبرز الفروقات بين المؤتمرين؟ أخي الكريم، هو امتداد لما حدث في مصراتة، هي سلسلة كل يكمل الآخر. كان الملتقى الأول للوفاق الوطني ثم الملتقى الثاني، وهو الاستفادة من الأخطاء التي حدثت أو في الملتقى الأول، كذلك توظيف ما أمكن توظيفه لزيادة الألفة بين الليبيين وزرع الثقة من جديد في هذا الملتقى الثاني، وقد يكون هناك الملتقى الثالث بإذن الله ليستفيد من الملتقيات التي قبله ويضم الليبيين بأكثر عدد ممكن. فطاولة الحوار نريد شيئا من الوقت لكي نملم الجراح في بين الأخوة. نعم. الليبيين. نعم. هناك سؤال كنت طرحته على السيد مروان الدرقاش، هو كان رئيس للجنة الإعلامية بالملتقى الأول، أطرحه عليك كذلك، هل هناك جهات بعينها داعمة لهذا الملتقى؟ أخي الكريم، لا أعتقد هناك جهة قد تكون مشبوهة أن تدعم أو تقدم أن يجلس الليبي مع أخوه الليبي، فهذا حوار ليبي. هذا ما زلت أؤكد، هذا هو التحدي الآن، جلوس الليبيين مع بعض الآن. كما شاهدنا أمين في بعثة الأمم المتحدة، يعني اليون لم يسمح لليبيين أن يتقابل وجه لوجه في الصخيرات وغيرهم، بينما نحن الآن نوجه الدعوات لكافة المناطق الليبية. طيب هناك. نعم. دعوات لكافة المدن الليبية. سؤالي لك الآن، أهم النقاط التي سوف تركزون عليها في هذا الملتقى؟ انطلاقا من مبادئ الحاكمة التي خرجت من ملتقى الوفاق الأول في مصراتة كمنهاج عمل وتوابط اتفق عليها جل الحاضرين بأغلبية وبكل الممثلين في ذلك الملتقى، اتخذناها كمنهاج عمل وتوابط. ثم هناك بإذن الله وثيقة تاريخية حتخرج، لا أريد أن أخرج ما هو غير جاهز الآن قد يكون، فله اللجنة السياسية في هذا الملتقى تحدد ذلك في حينه وبعد عرضها. نعم. على كل الجهات بإذن الله المشاركة غدا إن شاء الله. نعم. طيب ابقى معي، أعود للسيد مروان الدرقاش. سيد الدرقاش، بعد التسريبات التي رآها الجميع للمبعوث السابق ليون وأيضا الدعم الموجه لما يسمى بالقيادة العامة للجيش الليبي المتمثلة في الانقلاب حفتر وغيرها من التسريبات التي خرجت، هل فعلا سيكون هناك ملتقى أو حوار ليبي للخروج من الأزمة بعدما أن رأينا من تعثرات سابقة؟
أعتقد أن هذا الأمر يزيد من حاجة الليبيين إلى حوار ليبي. الآن بعد هذه التسريبات وبعد خروج هذه الحقائق والوقائع التي كنا نتوقعها ولكن ليست لدينا دلائل عليها، الآن الدلائل موجودة وأصبحت عدم ثقة الليبيين في مخرجات هذا الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة شيئا واقعا، والمسؤول عند كل من كان في السابق يعول على حوار الأمم المتحدة. يعني تقول بأنهم استشعروا الخطر، أن هناك خطر كان وهناك نعم. مؤامرات تحاك. نعم بالضبط. الآن هذه التسريبات تصب في صالح الحوار الليبي، لأن الحوار الليبي لن تدخله الأيدي الأجنبية والأجندات الأجنبية، بل سيكون خالصا بين أبناء الوطن. أما ما رأيناه من حوار تشرف عليه أو تقوده الأمم المتحدة، فأعتقد أن ما جرى نزع الثقة من دور الأمم المتحدة، خاصة أن ليون قد خالف الكثير من القرارات الأممية والقوانين واللوائح التي وقعت عليها الأمم المتحدة قبل دخول نعم. الأمم المتحدة إلى ليبيا. ونحن نعرف جيدا أن هذه بعثة الأمم المتحدة هي كما ورد في الاسم وكما ورد في الاتفاقية التي دخلت بها هي مجرد طيب بالنسبة للبعثة سيد درقاش، بالنسبة للبعثة عندما خرجت بحكومة بقيادة السراج، الكل يعلم بأن السراج نائب في ما يسمى بالبرلمان. هنا السؤال، البرلمان لم يعترف بهذه الحكومة، لم يوافق على هذه الحكومة، برأيك هل البرلمان الذي لم يوافق على حكومة يرأسها أحد نوابه الآن سيوافق على حكومة أو مخرجات من أطراف محايدة برأيك؟ الموضوع لا يتعلق بكون رئيس الحكومة هو عضو في مجلس النواب أو غير ذلك، الأمر يتعلق بقناعة الليبيين بمصدر هذا التوافق أو هذه الحكومة. إذا كانت هذه الحكومة ليست حكومة توافق الأساس، إنما هي حكومة وصاية دولية، وأيضا الآن بعد هذه التسريبات شابها شك في أنها حكومة وصاية إماراتية، فكيف تريد من الليبيين أن يرضوا بحكومة تم فرضها من أبوظبي؟ لكن بالنسبة للحوار الليبي، هناك قناعة لدى الليبيين أن ما ينتج عن هذا الحوار هو نتيجة توافق الليبيين وليست نتيجة وصاية أو فرض من أمم المتحدة أو أطراف دولية أو أطراف إقليمية، وهذا ما يقوي الحاجة لهذا الحل وهذا التوافق، أن قناعة الليبيين سوف تكون في جانب هذا الأمر، ولا يدخل الشك لنفس أي ليبي بأن هناك ضغوطا مورسة بفرض حل معين على الليبيين. نعم طيب ابقى معي سيد مروان، أعود للسيد كمال التوينسي، كلجنة تنظيمية هل وجهتهم دعوة واضحة لمن رفض حكومة ليون، سواء أعضاء البرلمان المنحل، سواء من يعارض يعني المؤتمر الوطني، هل وجهتم لهم دعوة صريحة للالتحاق بهذا الملتقى؟ نعم أخي الكريم، كل الأطراف سواء مؤتمر وطني أو مجلس نواب أو الحكومتي كل وصل له الدعوات، لأنهم جزء من ليبيا فيجب أن يكونوا حاضرين، أو لنوجه رسالة لهم بأننا مددنا الأيادي لكي نكون ليبيين على طاولة واحدة. نعم وجهت لهم الدعوات. نعم. طيب سيد كمال، أيضا الآن المؤتمر، اعطنا والمشاهد الكريم صورة على هذا المؤتمر، كم عدد أيام الملتقى أو ملتقى الوفاق الوطني، كم خصصتم له يوم، الجدول الزمني للملتقى، اعطنا صورة يعني إجمالية على الملتقى. هو اليوم غدا إن شاء الله 26 نوفمبر، حيكون اليوم الأول كلقاء أخوي ودي بين كل الليبيين والذين وجهت لهم الدعوات وكل المساهمين من نشطاء وإعلاميين ومؤسسات مجتمع مدني وكل من يهمه الشأن الليبي وحب أن يكون الحوار ليبيا ليبيا. هل تقدرون العدد سيد كمال؟ هل تقدرون العدد من وصل إلى الآن؟ كدراسة مبدئية ممكن يفوق 1500 إلى 2000 قد يكونوا موجودين بإذن الله، كدراسة مبدئية أو تقديرية مبدئية وفق الموافقة على بعض الدعوات. طيب جدول الغد، جدول الغد من بداية الملتقى إلى نهاية هذا الملتقى، ماذا أعددتم كجدول؟
نعم أخي الكريم، هو هذا البرنامج العام ليوم الغد، يعني منذ بداية الافتتاح إن شاء الله، ثم تتوالى الكلمات قد تكون موزعة على جل المناطق في ليبيا لزيادة الثقة بين الليبيين والألفة بين الليبيين المتحابين المتلاقين في مدينة غريان غدا، ثم عرض ما نتج من مبادئ أو الحاكمة في مدينة مصراتة أو للتأكيد عليها كمنهاج عمل، ثم ما تمخض من شغل بعد أكثر من 40 يوم بإذن الله، سواء من لجان كانت عاكفة على إعداد شغل والتوافق وورش العمل ومتابعة ما خرج به الملتقى الأول في مصراتة، حيتم عرضه ومن خلاله سيتم التناقش وتبادل وجهات النظر حتى تتم صياغة المخرجات بشكل نهائي. نعم. ثم بعد غد إن شاء الله هناك بعض ورش العمل، إما بخصوص الحالة الأمنية في ليبيا أو الاقتصاد الليبي، هناك بعض المختصين قد أعدوا ورقات عمل لعرضها إن شاء الله. بالنسبة ليوم الغد، أعلن المجلس البلدي لمدينة غريان بأن يوم الغد عطلة رسمية في المدينة. هنا السؤال، من هي الجهات التي تعاونت معكم، سواء مجلس بلدي مجلس أعيان، من تعاون معكم في هذا الملتقى لإقامة الملتقى؟ طبعا جل وأغلب المؤسسات العامة أو الخاصة في مدينة غريان قدمت يد العون صراحة، وهذا بارك الله فيهم، أشكرهم من خلال منبركم الطيب. الكل ساهم، سواء كان أناس عاديين أو مؤسسات، الكل ساهم في تقديم يد العون بكل ما يملك يعني. ومن ضمن أشرت إلى أنها يوم الغد حيكون عطلة رسمية بإذن الله لتوفير الحيز المكاني طبعا لكي يسير التنقل في أروقة المدينة وفي الطرقات العامة بشكل سلس وسهل جدا للوفود، كذلك لضبط الحالة الأمنية حتكون بإذن الله مضبوطة أكثر، فكان واجب على المجلس البلدي أن يصدر غدا عطلة إن شاء الله. نعم. طيب ابقى معي، أعود للسيد الدرقاش. سيد الدرقاش، رأينا اتفاقية توقيع أو مصالحة بين طرفي من أطراف النزاع بين التبو والطوارق، وعقدت هذه الاتفاقية أو التوقيع للمصالحة في قطر. هناك من اتهم، من ينادون بالحوار الليبي بأنهم يغفلون أو يغضون النظر على دولة بعينها كقطر أو تركيا عندما تتدخل، وفي الوقت نفسه يعني يعارضون تدخل الأمم المتحدة، كيف تعلق؟ ما جرى في الدوحة، رغم أنه يسرنا طبعا أن يتم التوافق مع بين مكونين من مكونات الشعب الليبي وهم إخوتنا التبو والطوارق، ويكون تفاهم على إيقاف الحرب وإيقاف الأزمة بينهم، إلا أننا كنا نتمنى أن يكون هذا داخل ليبيا وعلى أيدي ليبيا، وكانت هناك محاولات طويلة وكثيرة خاصة من مجلس حكماء وعيان مصراتة الذي ذهب إلى مدينة سبها ومدينة أوباري أكثر من مرة للتوسط في مثل هذه النزاعات، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الانفراج هذه الأزمة. السيد مروان درقاش، لم يكن هذا سؤالي، سؤالي على من ينادي بالحوار الليبي الداخلي بعيدا عن أي تدخل، هل يعني ترفضون أي تدخل في الجانب الليبي سواء كان قطري أو تركي أو إماراتي، أو هناك يعني ميزان في التدخل لديكم؟ بالتأكيد أي تدخل أجنبي هو مرفوض، سواء كان جاء من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، لا نقبل بأن يكون هناك تدخل في الشأن الليبي، ولكن ما جرى بين الطوارق والتبو لا يدخل في مجال الصراعات السياسية أو ما يحدث في ليبيا من صراع سياسي وانقسام سياسي، إنما هو يعني اقتتال قبلي جهوي، وبقاؤه واستمراره طبعا لا نؤيد بقاؤه واستمراره، ونوحد أن ينتهي هذا الصراع. يعني هل نستطيع أن نقول بأن هناك تدخل إيجابي وتدخل سلبي، تدخل لصالح الوطن وتدخل لا يذهب في صالح الوطن، هكذا تريد أن تقول؟ بالتأكيد هناك الكثير من الدول التي تدخلت بشكل إيجابي، ليس قطر فقط، نحن نذكر هنا أيضا الجزائر وتونس كان لها تدخلات إيجابية جدا في كثير من الأزمات التي حدثت في ليبيا، وهذه الدول تدخلت دون أن يكون لها مصالح أو دون أن تدعم طرفا على طرف آخر،
لكن بالنسبة لدول أخرى مثل الإمارات مثلا نحن نشاهدها أنها تريد فرض أجندتها الخاصة على الحل الليبي، وكذلك تدعم طرف دون طرف آخر. هناك أسلحة إماراتية. طيب سيد الدرقاش، سيد الدرقاش، الآن تقيمون ملتقيات، أبناء الوطن يجتمعون للخروج من أزمة طال مداها، رسالتك يعني بالعموم لك البراح سيد درقاش؟ رسالتي للليبيين أن يتعلموا من الأخطاء التي كانت في المرحلة السابقة، ويتعلموا مما يعني ساقه القدر إليهم من فضح بعض الممارسات التي كانت مخفية ولم يشاهدوها. هذه الفرص التي أتيحت للليبيين قد لا تكون أتيحت لغيرهم، ولكن على الليبيين أن يقتنصوا هذه الفرص وأن يتعلموا الدروس من هذه الأخطاء التي كانت في السابق. وهذه الدروس تعلمنا بشكل جيد وبشكل واضح أن كليبيين ليس لنا إلا أن نعود إلى الجلوس إلى بعضنا البعض والاستماع إلى بعضنا البعض. نعم. والتفكير جيدا في مستقبل بلادنا، فما يجري في ليبيا لا يتضرر منه إلا الليبيون، وما يحدث دماء ليبيا هي التي تنزف وليست دماء إماراتيين أو قطريين أو أتراك، إنما هي دماء ليبيا. يجب أن نتحمل المسؤولية. نعم. وأن نمضي في طريق الوفاق. نعم. هذا هو الحل الوحيد إن شاء الله، وإن شاء الله سيتحقق في القريب العاجل. نعم السيد مروان الدرقاش الناشط السياسي، شكرا لك، كنت معنا من مدينة مصراتة. أعود سريعا للسيد كمال وهو رئيس اللجنة التنظيمية لملتقى الوفاق الوطني بمدينة غريان. سيد كمال في الختام، غريان كما افتتحنا وابتدأنا الحلقة احتضنت مؤتمرا شهريا في نوفمبر وتحديدا عام 1920، وانتخب خلالها المؤتمر وحكومة وطنية سماها هيئة الإصلاح حينئذ المركزية، واتخذت مقرها في غريان. هل ترون يعني الآن غريان سوف تعود أو تعيد الكرة للخروج من أزمة أنية موجودة الآن؟ كيف رؤيتكم لهذه المدينة؟ سوف يكون حولها التوافق أو لا؟ نعم أخي الكريم، غريان بإذن الله أخي أميل لن تكون إلا دافعة وداعمة للحل الليبي، لن تكون ولن تأنى بنفسها إلا أن تكون مشاركة في وصول أبناء الوطن الواحد إلى الحلول والجلوس على طاولة واحدة والحوار وزرع الثقة من جديد. غريان استلمت الذفة بإذن الله من مدينة مصراتة، وحتسير على خطة ثابتة نحو التحول. عندما تشاهد مساء اليوم سرايا الثوار الشرفاء في غريان يحمون الطرقات والمداخل والمخارج، تعلم بأن روح الوطن وحب الليبي للليبي والأخوه الليبي الليبي موجودة بين أبناء هذه المدينة بكثرة. عندما تشاهدهم يسارعون لمد يد العون لإنجاح مثل هذا الملتقى، تعلم جيدا أخي أنهم يريدون حل الليبي الليبي، تعلم جيدا أنهم وصلوا إلى شيء من التفكير بأن ما يدور في كواليس الأمم المتحدة والدول الإقليمية أنه هو الانقلاب على ثورة 17 من فبراير. فالحمد لله ولا منا شيء يثلج الصدر، ما رأيناه المساء اليوم وبالأمس من استعدادات في مدينة غريان، الكل مرحب. إذن غريان حتكون بإذن الله دافعة وداعمة لكل حل ليبي بإذن الله، وأن هذه الخطوة واستضافتها لكل أطياف الشعب الليبي وكل مكوناتها باختلافهم إن هي إلا دليل على أن هذه المدينة لازالت كما كانت في 1920 بإذن الله. السيد كمال التوينسي رئيس اللجنة التنظيمية لملتقى الوفاق الوطني، كنت معنا من عاصمة الجبل غريان، شكرا لك سيد كمال، وشكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقة. يمكنكم أيضا أن تتابعوا ملتقى الوفاق الوطني وما يدور في هذا الملتقى عبر صفحاتنا التي تظهر على الشاشة تباعا صفحات التواصل الاجتماعي، وسيكون لنا يوم الغد بإذن الله بث مباشر للملتقى ملتقى الوفاق الوطني، سائلين الله جل وعلا أن يعجل بالفرج والرفعة لهذا الشعب الكريم. تقبلوا مني وفيق العمل أطيب التحايا، وإلى هنا نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.